نبتدي على طول حصاد العام وأبرز الاكتشافات الأثرية، وتحت عنوان 2023 كانت مليئة بالاكتشافات الأثرية في الشرق الأوسط، بنقرأ عن اكتشافات سقارة وتابوت روماني على شاطئ غزة. خلينا نستعرض أهم الاكتشافات اللي صدرت أو اكتشفتها أو رصدتها السي إن إن. في البداية حضرتك، يعني كان عام 23، يعني رغم أنه كان عام حافل يعني بالكوارث البيئية وبالحروب والصراعات المستمرة، إلا أنه أيضا كان حافل بمزيد من الاكتشافات الأثرية. وطبعا يعني كان مصر لها السبق دائما في هذه الاكتشافات. يعني في هذا العام شهدنا أكثر من اكتشاف حقيقة يعني مذهل. يعني في مايو الماضي، وزارة الآثار أعلنت عن ورشتين في منطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة. الورشتين دول مهمين جدا، كانوا متعلقين بالتحنيط، يعني ده بيوضح إن كان في عندنا ورش ويعني وعلم متكامل بشأن التحنيط الذي لم يعرف سره سوى المصريين حتى الآن. أنا عندي الورشتين دول برضو أهميتهم إن هم كانوا بيعودوا لعصرين مختلفين، يعني واحد ورشة ترجع إلى عصر الأسرة 30، وورشة بترجع إلى العصر البطلمي. برضو بجانب ذلك، يعني في اكتشاف أيضا مهم جدا كان في تم الكشف عنه في يناير الماضي. تم اكتشاف مدينة سكنية متكاملة بترجع للعصر الروماني، وده كان في الأقصر، وبالتحديد في معبد في منطقة تسمى بيتيسي أندوراز. دي متخمة لمعبد الأقصر بالبر الشرقي للمدينة. برضو بجانب يعني اكتشافات ثانية، يعني مصر دائما مليئة بالكنوز والآثار التي لم تكتشف بعد. يعني في تم اكتشاف مومياءات سواء في الجيزة أو حتى في اكتشاف يعني في منطقة المنيا وتحديدا تل العمرنة. وبرضو يعني في دول تانية بجانب مصر كان تم الكشف عن عدة اكتشافات فيها. على سبيل المثال المملكة العربية السعودية تم اكتشاف يعني أشياء أثرية بسيطة ولكنها بتعبر عن ما تتمتع به المملكة من بعض الاكتشافات الأثرية. يعني في على سبيل المثال في فبراير الماضي تم اكتشاف رأس ثور معدني في منطقة نجران، بجانب يعني أشياء بسيطة، يعني أشياء ذهبية بسيطة، لكن دلالة الثور إن هو كان مشهور في منطقة جنوب الجزيرة العربية، كان بيعتبر رمز القوة والخصوبة لدى الممالك الموجودة في ذلك الوقت. برضو حضراتكم معانا برضو في الإمارات برضو كان في اكتشاف أثري، يعني هو متعلق بمدينة صيد اللؤلؤ في شرق إمارة أم القوين، وده برضو بيوضح يعني الحاجات اللي كانت مزدهرة في الدول العربية والتاريخ الحافل الذي تميز به المنطقة. برضو حضراتكم يعني القدس المحتلة وقطاع غزة برضو كان ليهم نصيب كبير جدا من الاكتشافات، ما يدل على التراث هذه المدينة وهذه المنطقة التي تعود لآلاف السنوات. في فبراير الماضي تم الكشف عن تابوت بيعود للعصر الروماني موجود في مقبرة رومانية هذه عمرها 2000 عام في قطاع غزة. المقبرة يعني كانت بالقرب من الساحل الشمالي لقطاع غزة على البحر المتوسط، يعني بتبعد فقط حوالي 500 متر من البحر. برضو سلطنة عمان، يعني سلطنة عمان برضو يعني دولة لها تاريخ عريق يعني امتد لآلاف السنوات. تم اكتشاف مستوطنة أثرية فيها بيمتد تاريخها لحوالي 5000 عام. ده كان في يعني قريب من محافظة في منطقة الغريين الأثرية. المستوطنة دي يعني بتوضح كيف عاش الناس في سلطنة عمان قديما منذ حوالي 5000 عام، وتحديدا في العصر البرونزي.